أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات دورة الصحة النفسية التي يقدمها الأستاذ الدكتور نبيل القط. وإحنا النهاردة في الجلسة السادسة من هذه الدورة. دكتور نبيل، أهلا وسهلا بك، وكلنا في انتظار. تفضل. أهلا بحضرتك ومتشكر جدا للاستضافة. أولا الموضوع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة هو موضوع أنا بحبه جدا لأنه موضوع بيزك في حياتنا الإنسانية. وأنا بدي كده: ما الخوف إلا ما تخوفه الفتى، وما الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا. وكأنه الخوف والقلق بيطلعوا من جوه دماغنا مش في الواقع. طبعا ده مش حقيقي تماما يعني زي ما هنشوف، لكن الموضوع النهاردة اللي احنا هنشتغل عليه هو موضوع رئيسي اسمه اضطرابات القلق. والحقيقة اضطرابات القلق لو احنا عندنا وقت هنضمنها على اضطرابات الوسواس القهري، لان هم مترابطين بشكل قوي جدا. والى وقت قريب كانت اضطرابات الوسواس القهري بيتم تضمينها ضمن اضطرابات القلق الى حتى العام 2013 لما تم فصلها في التصنيفات الحديثة للاضطرابات النفسية. وعلشان كده أنا لميتهم الاثنين مع بعض النهاردة، جمعتهم مع اضطرابات القلق واضطرابات الوسواس القهري. اضطرابات القلق هي أكثر الاضطرابات النفسية غريزية عند الإنسان، وغريزية بمعنى أنها اضطرابات بيزك لأنها اضطرابات تخص البقاء على قيد الحياة، ليست اضطرابات لا علاقة بالتحقق أو اضطرابات لها علاقة بالتمكين أو بالضعف أو بالتعرض للعنف، ولكنها اضطرابات تخص البقاء على قيد الحياة. وبالتالي هي اضطرابات نشترك فيها مع كائنات أخرى كثيرة. والأجهزة والكيمياء التي تثيرها في جسم الإنسان هي نفس الأجهزة والكيمياء التي تثيرها في أجسام الكائنات الأقرب لنا، وهي الكائنات الفقارية بشكل عام، أو الكائنات الأولية أو الثدييات الأولية أو العليا. طيب، اضطرابات القلق بتعني إيه؟ بتعني زي ما إحنا عارفين كده الخوف. الخوف في حد ذاته زي ما قلنا كده هو عنصر من عناصر البقاء. إحنا بنخاف عشان نحمي نفسنا، أو بنخاف علشان توقعنا للأسوأ. الخوف هو جزء أساسي ومكون للكائن الحي. يعني لو نفتكر واحنا صغيرين لما كنا في المدرسة كنا بنقرأ عن الأميبا اللي هي الخلية الأولى، الخلية الوحيدة تقريبا، السنجل سيل يعني، كانت لما بتخاف بتبعد عن المادة، لما بتطمن بتقرب منها وتاكلها. فالخوف هو جزء أساسي من بقاء الإنسان أو بقاء الكائن الحي. الخوف احنا كنا شرحنا في أول الدورة تكوين المخ، وكنا قلنا انه في حاجه اسمها في قاع المخ، في حاجه اسمها المخ الحشوي او الليمبك سيستم، وان قلنا ان هذا الليمبك سيستم هو اللي بيتحكم في المشاعر. هذا الليمبك سيستم بيتحكم في الهرمونز، بيتحكم في الغدد الصماء. من ضمن عناصر الليمبك سيستم هو ما يسمى بالجهاز السيمباتاوي، سيمباتاتيك نيرفس سيستم. الحقيقه ترجمته الى اللغه العربيه هي ترجمه غير دقيقة أو ترجمة مضادة لمعناه، بيتم ترجمته الجهاز الودي، لكن هو الحقيقة الجهاز أنا بسميه جهاز الخطر أو وزارة الداخلية بتاعت الجسم. الجهاز سيمباتيك نيرفس سيستم هو وزارة الداخلية بتاع الجسم، هو اللي بيثير الخوف عندنا لما بنضطرب. عشان نقرب الحكاية أنا بقول إنه في أي موقف ضاغط، لو أنت مثلا راكب سيارة وطالع مطلع عالي، فانت بتدوس على البنزين علشان تقوي الموتور وعشان تسرع عجلات الموتور وتقدر تطلع. نفس الفكره بالظبط اللي بتحصل في الجسم لما بنتعرض لموقف ضاغط، جهاز الخطر او جهاز وزاره الداخليه جوه الجسم بتتولى العمل عن باقي الجسم وتسرع من كل الاجهزه في الجسم الخاصة بالحماية والخاصة بالطاقة والخاصة بالوقاية، وتبطئ من كل الأجهزة الخاصة بالراحة والخاصة بالهضم والخاصة بكذا. فإذا ده باختصار ما يقوم به جهاز الخطر في جسمنا. فالقلق زي ما بنقول كده هو شعور طبيعي، أو الخوف خلينا نقول الخوف هو شعور طبيعي
أجسامنا طورته علشان تضخ فيها طاقة إضافية وقوية عندما نتعرض إلى الخطر. وهذا ما يحدث في الغابة، وهذا ما يحدث في الصحراء، وهذا ما يحدث في حياتنا اليومية. ولكن إذا كان هذا الشعور اللي هو القلق أو الخطأ أو الخوف هو شعور طبيعي، فلماذا أصبح مرضا؟ إذا كان خوفنا، شعورنا بالخوف أو مرورنا بحالات من الخوف، سواء كنا في البيت أو في الشارع أو في الغابة أو في أي مكان، هو شعور طبيعي، متى تحول هذا الخوف إلى مرض؟ حقيقة هناك فرق كبير بين الجهاز أو وزارة جهاز الخطر السمباتيك نيرفس سيستم في الصحراء أو في الغابة عن الكائنات الحية الأخرى، وجهاز السمباتيك نيرفس سيستم في أجسادنا بسبب الوعي. لو بنشاهد برامج للحيوانات، عالم الحيوان، هنلاقي انه الغزاله او الجاموس الوحشي او الى اخره، اذا شاف اسد بيطلع يجري، اذا نجا من الاسد بيقعد يلعب وياكل ويتبسط. وده معناه انه الجهاز لهذا الخطر في اجسام الحيوانات السابقه علينا لما كان بيتعرض للخطر كان بينشط بسرعه لغايه لما الكائن الحي ينجو من الخطر، يروح نازل على طول بنفس السرعه ويختفي الخوف من جسم، او كيمياء الخوف تختفي من جسم الكائن الحي. اللي حصل عندنا مع ظهور الوعي ومع تفاعل الوعي مع هذا الجهاز، اصبح هذا الجهاز بيستثار لاشياء ليس لها علاقه بالخطر، زي مثلا انا رايح امتحن، زي مثلا انا رايح بدور نازل مشوار وخايف اتاخر، زي عندي مقابله عمل، زي عندي برزنتيشن الى اخر كل ده، فيروح جهاز الخطر يستثار، واحيانا يستثار قبل الحدث باحيانا ساعات واحيانا ايام واحيانا شهور. الناس اللي بيكون عندهم امتحان مثلا، قبل شهور من الامتحان بيبقوا حاسين بالخطر وقلبهم بيدق بسرعه الى اخره. وبالتالي الفرق الجوهري بين هذا الجهاز في اجسادنا الانسانيه وغيره في اجساد الحيوانات هو تدخل الوعي واطاله امد عمل هذا الجهاز الى درجه انها تسببت في الخطر على حياتنا. وبالتالي امتى بقى اقول انه هذا الجهاز خطر؟ لما يكون زي ما احنا عارفين كده كل مره، لما يتسبب في ايذاء لنفسنا. طيب ايه مشكله القلق باختصار؟ طبعا هي دي السايكل بتاعت القلق، هنبقى نتكلم عنها بعدين، لكن وقلنا ده شرحنا الكلام ده طبعا. لكن ايه مشكلة القلق؟ مشكلة القلق انه لما الجهاز بيستثار، الحقيقة زي ما قلنا، هو وزارة الداخلية، لك ان تتخيل كده لو احنا قاعدين في قاعة سينما بنتفرج على فيلم سينما، واذ فجأة جهاز الانذار ضرب لاي سبب من الاسباب، سبب حقيقي او سبب غير حقيقي، واحد ولع سيجارة مثلا او نبأ خبر كاذب يعني. طبعا الفيلم هيوقف، والناس اللي مسترخية هتتشد أعصابها، وهيحصل هرج ومرج، وكل الناس هتطلع تجري في اتجاهات مختلفة. يبقى إذن ما كنا نفعله في أثناء الراحة أثناء الخطر نتوقف عن فعله. فإذا كان الجهاز الهضمي يعمل، هيتوقف الجهاز الهضمي عن العمل. وأبرز حاجة من هذه أبرز علامة من هذه العلامات إنه حضرتك لما بتقلق أو لما بتخاف، ريقك بينشف وزورك بينشف. ليه؟ لأنه لما جهاز الخطر اشتغل، وقف جميع الأجهزة الأخرى بما في ذلك الغدد اللعابية، وبالتالي لم يعد في فمك لعاب لكي يبل ريقك زي ما بيقولوا. وبالتالي هذا الجهاز على بنفس القياس بيوقف المعدة، بيوقف القولون، بيوقف حتى الجهاز المناعي، وبالتالي الناس اللي بيكون عندهم قلق بيتعرضوا إلى إصابات فيروسية وإصابات بكتيرية أعلى، بيعلي من دقات القلب علشان يخلينا نبقى جاهزين ونقاتل، بيعلي من كرات الدم الحمراء على حساب كرات الدم البيضاء، لأنه عايزين الأكسجين بسرعة، وعشان كده المناعة بتاعتنا بتقل، بيزود من الأدرينالين، بيرفع ضغط الدم، بيرفع السكر، بيرفع الكورتيزون في الجسم، علشان الكورتيزون بيعمل ملين للمفاصل عشان نعرف نجري ونضرب ونقاتل وحاجات بهذا الشكل. والموضوع كله ان احنا رايحين نقابل حد بكره علشان
ممكن رايحين نقابل ابو العروسه، او رايحين نقابل العريس، او رايحين نقابل حد نعمل معاه بيزنس او وات ايفر، يعني رايحين نعمل ايه، والموضوع لا يخص اي خطر. هذا الامر خطير لانه لو استمر فتره طويله ممكن يتسبب في اضطرابات كثيره ممكن نعرفها بعد كده، لكن ده جوهر، لو انا عايز اقول ده جوهر اضطرابات القلق. يبقى اذا جوهر اضطرابات القلق هو انذار كاذب الى جهاز القلق في جسمنا الذي يستثار ويستمر في استثارته فتره طويله الى درجه انه يعطل اجهزتنا الحيويه، واحيانا يعطل حياتنا، واحيانا يمنعنا عن القيام بمهامنا. فبنقول انه ده جوهر جهاز القلق. طيب اعراض القلق عباره عن ايه؟ زي ما احنا متعودين بنتكلم على اعراض جسديه وشعوريه وفكريه وسلوكيه. اعراض جسديه زي تسارع القلب والتنفس وشعور بالاختناق ودوار وارتعاش وركفه في كل او بعض الجسم وتململ وعدم قدره على الجلوس في مكان، في خوف، هتقعد ازاي يعني، وصداع من الاخر كل الكلام ده. شعوريا الشعور بان شيئا رهيبا سيحدث، احيانا يقول لك انا عيني بترف وبعدين يحصل مصيبه، ما هو انت كنت متوقعه المصيبه عشان كده عينك رفت، مش عينك بترف فعملت المصيبه. فكريا طبعا بفكر انه في حاجات هتحصل، زي مثلا اضرب مثل بسيط جدا، امهات كتير اللي عندهم اضطرابات القلق لو اتوبيس المدرسه اتاخر بترعبوا وتبتدوا يتصلوا بالتليفون وقلبها تبتدي يدق وتبتدي تترعش وجسمها ينمل ويحصل فيه اوجاع في الجسديه، وتطلع البلكونه وتخش البلكونه وتكلم زوجها وتكلم السواق وتكلم المشرفه وتكلم المشرف وتكلم المدرسين وتعمل مشاكل، وفي الاخر ما تاخرش غير 10 دقائق. هذا الامر من ضمنه بقى الاعراض الفكريه ان انا بقعد دماغي بتقعد تجيب وتودي، حصل حادثه، حصل مصيبه، الواد حصل له حاجه الى اخره. وسلوكيا طبعا زي ما احنا قلنا من شويه. طيب انواع اضطرابات القلق، تم تقسيم اضطرابات القلق الى مجموعه من الانواع اللي احنا هنتكلم عليه. اشهر الانواع هو اخر واحد هنتكلم عليه اللي هو اضطراب القلق العام، لكن في عندنا قلق الانفصال وقلق الصمت الانتقائي، وده والاثنين دول بيجوا في الاطفال. قلق الانفصال بنشوفه لما الطفل يبقى عنده 6 سنين ورايح المدرسه. بعض الاطفال بيرفضوا يروحوا المدرسه لانهم مش عايزين يبعدوا عن امهاتهم، ويصرخ ويرمي نفسه في الارض، ولو راح المدرسه يطلع يجري، والام لازم تروح معاه، والام لازم تقعد معاه في الفصل. والصمت الانتقائي احيانا بعض الاطفال يصمتوا في بعض المواقف او مع بعض الاشخاص بعينهم. هنتكلم عنهم بالتفصيل. خلينا نتكلم على قلق الانفصال. قلق الانفصال بيصيب 4% من الأطفال، ومن 1% إلى 2% من الكبار. بالمناسبة قلق الانفصال ممكن يمتد من الطفولة إذا لم يعالج إلى الكبار، وبنشوف في البنات بالذات في المجتمعات المحافظة لما تكون البنت متعودة إنها قاعدة في حضن أمها وما بتخرجش من البيت إلا بصحبة الأم، ما بتعملش اي حاجه الا بصحبه الام، تيجي على المدرسه ما تقدرش تروح المدرسه، الام تاخدها توديها المدرسه وتستناها لغايه لما تخرج المدرسه ترجعها البيت، لدرجه انه احيانا وهي رايحه الجامعه الام تاخدها توديها الجامعه وتستناها قدام الجامعه ترجعها البيت، البنت تتخرج تيجي تشتغل ما تقدرش تشتغل، او تشتغل يومين ثلاثه وترجع تاني، تيجي تتجوز نفس الحكايه تقضي اغلب وقتها مع امها، تيجي تحبل نفس الموضوع، تقعد نفس الفترة نفس القصة، لدرجة انه احيانا يضطر الزوج انه يجي يقعد معاها في البيت او يأجروا شقة او يشتروا شقة في نفس بيت الام بسبب قلق الانفصال. اما نيجي عند الصمت الانتقائي، الصمت الانتقائي هنا نوع الاطفال بيحصل في الاطفال انه الطفل يمتنع عن الكلام نهائيا في بعض الاماكن او مع بعض الاشخاص. يعني مثلا ما رأيته مثلا إحدى البنات اللي جات للعيادة كانت مراهقة، شافت الأب وهو بيضرب الأم. هذه البنت قعدت سنوات في حضور الأب لا تستطيع أن تتكلم. أحيانا حتى تبقى رغبة عندها رغبة أنها تتكلم، لكن لا تستطيع أن تتكلم. الشيرينج ويف، أنا مش عارف الشير ويف ولا إيه؟ الشارينج واقف يا دكتور. ايوه الشير ويف مش كده؟ طب أنا جربت إيه؟ استنى، يبقى انت داخل كنت داخل باتنين كده. استنى معرفش. لحظة واحدة لحظة واحدة. جربوا تاني كده معلش، انا اسف. حاضر حاضر
ايوه كده موجود، انا تمام. اسف. فبنقول انه احيانا الصمت الانتقائي ده، فالبنت بمجرد حضور الاب تتوقف عن الكلام نهائيا، لدرجه ان الاب كان بيشتغل بره، طول ما هو مسافر هي بتتكلم عادي وحياتها عاديه، اول ما يرجع من السفر تتوقف عن الكلام نهائيا طول ما هو موجود. وده احيانا بيحصل في المدرسه، احيانا يصيب بعض الاطفال ما يسمى بالصمت الانتقائي، الولد بيتكلم كويس جدا يروح المدرسه ما بيتكلمش، وتبقى المشكله متصورين المشكله في الكلام، هي المشكله في القلق وليس في الكلام. النوع الثالث، احنا قلنا قلق الانفصال، القلق النوع الثالث هو الرهاب، فوبيز. الرهاب هو نوع من القلق، ولكن القلق المخصص على حالات بعينها. والحقيقه الرهاب لا يمكن ان احنا نعرف انواعه، لانه يعني مفتوح، الانسان ممكن يخاف من كل شيء او من اي شيء. في بعض الاشخاص بالمناسبه بيخافوا من الضوء، عندهم رهاب من الضوء، بعض الاشخاص عندهم رهاب من التراب، بعض الاشخاص عندهم رهاب من الاسطح اللامعه. الرهاب هو نوبه قلق شديده مكثفه تحدث في مواقف بعينها. يعني حضرتك لو عندك رهاب الاماكن المغلقه، اول ما هتركب الاسانسير قلبك هيدق بسرعه، هتحسي بالاختناق، تعرق، رعشه، ممكن تصرخي، ممكن تخبطي في الحيطان، ممكن تطلعي تجري. لو عندك رهاب اجتماعي وفجاه كنت ماشيه في الشارع ولقيتي نفسك في وسط زحمه، هتنتابك نفس الاعراض، وهي الاختناق، التسارع دقات القلب، التعرق، الارتعاش، وافكار عنيفه جدا بانك سوف تختنقين او سوف تموتين، وتبقي عايزه تطلعي تجري. ده الرهاب. وعلشان اشرح الرهاب، الرهاب مش مفهوم. يعني لو احنا فهمنا قلق الانفصال بانه الاعتماد على الام، او قلق الصمات بانه موقف من شخص معين او من مكان معين، الرهاب الحقيقه مش مفهوم لانه اسبابه لا تسبب مشاكل. يعني بمعنى مثلا الناس اللي عندهم رهاب الصراصير مثلا، او الناس اللي عندهم رهاب الاماكن المفتوحه، في ناس عندهم رهاب الاماكن المفتوحه. يعني ايه؟ يعني مجرد ما يلاقي نفسه في مكان واسع زي الساحه مثلا، يجي له نفس العلامات بالظبط اللي بتصيب الاشخاص اللي في اماكن مغلقه مثلا، او الاماكن العاليه، او حكايه الاسطح اللامعه، الناس عندها رهاب الثقوب، لما يشوف ثقوب يجي له رهاب، يجي له نفس المشاعر والاحاسيس. فالرهاب مش مفهوم. والحقيقه الجماعه بتوع علم النفس التطوري عندهم وجهه نظر انا شايف ان هي جيده، وهي انه احنا ورثنا الرهاب عن اسلافنا. اسلافنا لما كانوا عايشين في الكهوف، فالكهف مثلا ممكن تقع صخره تسد باب الكهف، وتموت قبيله كامله جوه الكهف وينجو منها شخص او شخصين. هؤلاء الشخصين، هذان الشخصان يخرجان من الكهف ينجواني برهاب الاماكن المغلقه، او رهاب الحيوانات المفترسه مثلا، او رهاب الحشرات، الحشرات لما كانت بتقتل الناس او تسمهم، او رهاب الاماكن المفتوحه، لما حد كان بيطلع الصحراء قبيله كامله تطلع الصحراء في القبائل المفتوحه، الاماكن المفتوحه وتوه وينجو منها شخص او شخصين، برضه هيرثوا رهاب الاماكن المفتوحه. رهاب الاماكن المفتوحه بمناسبه تعريفه بدقه، هو الخوف من الحصول على المساعدة في الوقت المناسب، تقريبا هو نفس اللي أنا بوصفه. ولذلك الرهاب لما بيجوا يشوفوه دلوقتي بيكتشفوا إنه هو قلق شديد من أشياء لا تثير الخطر، في حين إنه الأشياء التي تسبب خطرا فعلا للإنسان زي المسدسات أو زي السيارات لا تشكل رهابا. ما فيش حد بيخاف من السيارات، رغم ان السيارات آلة قاتلة بتقتل الناس فعلا، بتعمل حوادث، بس ما حدش فينا بيخاف من السيارة او الطيارة مثلا، رغم انه الطيارات احيانا بيحصل فيه رهاب طيارات، لكن بشكل عام مش منتشر زي رهاب الساحة وزي رهاب الاماكن المرتفعة ورهاب الاماكن المغلقة. ده بالنسبة للرهاب. وقلنا ان الرهاب بيصيب 11% من البشر. انا بتكلم بسرعة اشرح اكتر ولا ماشي الحال؟ بالنسبة لنا كويس لو الناس اوكي عندها أي اوكي طيب احنا قلنا اضطرابات القلق، اضطرابات الخوف هي قلق الانفصال، قلق الصمت الانتقائي،
الرهاب او الفوبيس او فوبيس، واحنا قلنا فيه رهاب، الفوبيس هو خوف من قلق محدد. خش بقى على اضطراب الهلع. اضطراب الهلع وكتير جدا بيختلط عليهم الامر ما بين القلق والهلع. اضطراب القلق الهلع هو اضطراب عنيف، ولو احنا حبينا نعرفه هنقول ان هو عباره عن اعصار من الخوف، مش مجرد نوبه خوف، لا هو اعصار من الخوف. يعني حضرتك بتتعصر، حضرتك بتتعصري من نوبه خوف. تكون ماشيه في الشارع، او بتكوني قاعده في البيت، او بتكوني قاعده في وسط ناس، او سايق العربيه، وفجاه تحس بانه في كانه في سحابه او في غيمه داخله عليكي بيسموها اورا، ثم يبدا قلبك يدق بسرعه، والتنفس يكون سريع جدا جدا، والتعرق، ثم يحصل فيه شعور ما يشبه ان انت هتموتي فورا، او فعلا يغمى عليكي، او فعلا تسقطي في الارض. كل انواع القلق الاخرى لا يحدث معها سقوط في الارض او الاغماءات، نوبه الهلع هي الوحيده اللي بيحصل فيها هذا الكلام. تسارع التنفس، لما بنتسارع في التنفس بيحصل فيه نقص في الاكسجين لان ما بنلحقش ناخد اكسجين، وزياده في ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بيحصل فيه تسمم او نقص، يعني نقص في الاكسجين في الجسم فيحصل فيه الاغماء. وعاده اضطراب الهلع ياتي مقترنا باضطراب الساحه، برهاب الساحه. الاشخاص اللي بيكون عندهم رهاب الساحه احيان كتيره بيجي معاهم اضطراب الهلع. واضطراب الهلع لا يمكن ان يستمر اكثر من عده دقائق، دقائق محدوده، لانه بينتهي بالاغماء. فلما بيغمى علينا بينتهي اضطراب الهلع. اخر حاجه وهو ده الاكثر انتشارا، ما يسمى ب اضطراب القلق المعمم، احيانا اضطراب القلق العام او اضطراب القلق المعمم، او جي اي دي، Generalized Anxiety Disorder. وده منتشر جدا، هذا الاضطراب بيصل من 4 إلى 7% من البشر، ويتميز بالتالي أنه نوع من القلق الذي يصيب الإنسان في أمور الحياة اليومية العادية. يعني حضرتك جه وقت الغداء وأنت عندك اضطراب القلق العام، هيبتدي قلبك يدق وتترعشي وتخافي. ليه؟ لأنك خايفة ما تلحقيش تخلصي الغداء، والعيال جاي من المدرسة، والراجل جاي من الشغل. حضرتك بتستعدي للخروج وعندك اضطراب القلق المعمم، هيبتدي قلبك يدق وتبتدي تخافي. حضرتك راكبة عربيتك وعندك اضطراب القلق المعمم، هتضطربي لأنك خايفة يبقى الدنيا زحمة، خايفة ما تلاقيش راكنة، خايفة تتأخري على العمل، خايفة 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 خايفة. فإذا اضطراب القلق المعمم هو من أخطر أنواع اضطرابات القلق. لماذا؟ لأنه مستمر حتى في النوم. عشان كده هو أكثر اضطرابات القلق إثارة للأمراض الجسدية. هو بيزود السكر، بيعمل سكر، بيجيب مرض سكر، بيجيب ضغط عالي، بيعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، بيعمل مشاكل في العينين لأنه بيعمل جفاف في العينين، بيعمل أرق شديد. أغلب الناس المصابين باضطراب القلق ما بيروحوش للطبيب النفسي، بل بيروحوا لأطباء الأمراض العضوية. بيروح مثلا عنده الضغط فيروح يكشف ضغط، القلب بيدق بسرعة فيروح يكشف قلب، عنده حموضة في المعدة لأنه اضطرابات القلق بتعمل حموضة في المعدة فيروح يكشف معدة، عينيه مش عارف كذا يروح يكشف عينين، صداع فيروح يكشف صداع إلى آخره. ثم في نهاية الأمر إذا ربنا كرمه يلحق يروح يتعالج. والغريب إنه اضطرابات القلق هي أكثر الاضطرابات النفسية قابلية للعلاج حتى بدون أدوية، وهي في نفس الوقت أكثر الاضطرابات النفسية لا تعالج، بمعنى إنه الأشخاص الذين يعانون منها لا يذهبون إلى العلاج من عند الأطباء النفسيين، وإنما يذهبون للعلاج عند أطباء الأجهزة العضوية، أطباء القلب، أطباء الباطنية، أطباء إلى آخره. ده بالنسبة لي اضطرابات القلق. انا حابب ان انا ادخل على طول على اضطرابات الوسواس القهري، علشان هما الاثنين مشتركين في العناصر الوراثيه، ومشتركين في الاعراض، ومشتركين في العلاج. ف زي ما قلنا كده، اضطرابات القلق هي باختصار بتنتج عن نشاط عضوي في جهاز اسمه سيمباتيك نيرفس سيستم. هذا الجهاز هو يشكل وزارة الداخلية بتاعة الجسم أو البوليس بتاع الجسم،
وعندما ينشط يثير اضطرابات القلق. اضطرابات القلق بتستثار بإفراز مواد كيميائية محددة زي الأدرينالين، نور أدرينالين والكورتيزول بالذات، و هي أنواع قلنا في أنواع بتنتشر في الطفولة وأنواع بتنتشر في الكبار. أنواع الطفولة زي اضطرابات القلق، قلق الانفصال والقلق الصمات أو الصمت، وهناك اضطراب الرهاب، والرهاب لا يمكن تحديد أنواعه، هو منتشر جدا، لكن عندنا عدة أنواع محددة نقدر إن احنا نتكلم عنها وتوافق عليها، زي اضطراب زي رهاب الساحة والرهاب الاجتماعي ورهاب الأماكن المغلقة ورهاب الأماكن المرتفعة ورهاب الحشرات والحيوانات. ولكن بشكل عام الرهاب هو حاجة مفتوحة، وإحنا شرحنا نظرية التطورية في الرهاب واضطراب القلق المعمم أو العام اللي هو من أخطرهم وأكثرهم إهمال، لأنه لا يعالج من الأطباء النفسيين إلا نسبة قليلة. ندخل بعد كده على اضطرابات الوسواس القهري. مش هنتكلم على العلاج دلوقتي، نتكلم على العلاج بعدين، ولكن ندخل على اضطرابات الوسواس القهري. اضطرابات الوسواس القهري الحقيقة زي ما أنا متعود كده، أنا بتكلم على بربط الاضطرابات النفسية بتطورنا ككائنات حية كهيومن بينج وعلاقتنا بالكون. حقيقة اضطرابات الوسواس القهري هي أكثر الاضطرابات النفسية التي تشير إلى علاقتنا الجوهرية بالكون حولنا. بمعنى إيه؟ الوسواس القهري يتميز بالتكرار، هو سلوك متكرر بشكل قهري، وأحيانا كتيرة ما بنكونش فاهمين معناه، زي أنا بربطه بزي الدورات الطبيعة، الصيف والشتاء والربيع والخريف، دوران الأجرام السماوية، الكرة الأرضية وتدور حول الشمس والقمر يدور حول الكرة الأرضية، هذه الدورات المستمرة وكأنها دخلت في خلايانا وكأنها أصبحت جزء منا. والغريب أن هذه الوساوس أو الطقوس، ما نسمى بالطقوس، هي موجودة أصلا أيضا عن بعض الحيوانات. طيب يبقى إذن الوسواس القهري أو اضطرابات الوسواس القهري هو نوع من الطقوس، والطقوس معنى هو سلوكيات متكررة قد لا يكون لها معنى، نوع من الطقوس زي عيد الميلاد، زي رأس السنة، زي الفطار الصبح والغداء والعشاء رغم أنه ما فيش قاعدة بتقول هذا الكلام، زي الطقوس الاحتفالات بتاعت السنين وكل هذه الطقوس. هذه الطقوس أحيانا عند بعض الأفراد، مش الجماعات، عند بعض الأفراد تتحول إلى طقوس قهرية تعيق الأفراد عن حياتهم أو تضغط عليهم أو تزعجهم. فمن ضمن هذه الطقوس زي مثلا الغسيل، إحنا عادة بنغسل إيدينا، بس لما يتحول غسيل الإيدين إلى طقس ممكن تغسل إيديك 100 مرة وتقعد درجة إنك بتبهدل الدنيا، هنا بقى عندنا مشكلة. فالوسواس القهري هو عبارة عن، زي ما قلنا كده، هو عبارة عن نوع من الطقوس المتكررة، وأحيانا يكون لها معنى وأحيانا لا يكون لها معنى. طيب بيجي في شكل إيه؟ ممكن يجي في شكل فكري، يعني فكرة بتلح عليك باستمرار 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 بشكل غير أنت غير قادر على مقاومتها، أو يجي في شكل خيال، صورة بتقتحم عقلك مرارا وتكرارا وأنا هشرح دلوقتي، أو في شكل سلوك زي غسيل الإيدين أو قفل الأبواب أو عد الفلوس أو التأكد من غلق السيارة أو لمس، يجي في أحيانا في إطار لمس، تلمس الحاجة قبل ما تعمل أي شيء، تلمس الحاجة أو تعد. طيب إيه الأفكار؟ الأفكار عادة في الوسواس القهري هي أفكار ما بنكونش عايزينها، وأحيانا بتيجي في شكل في أشكال غريبة، زي مثلا إيه، سب ذات الإلهية. تلاقي الشخص أول ما يقوم يصلي تيجي في دماغه فكرة سب ذات الإلهية أو سب الأنبياء أو التلفظ بألفاظ بذيئة.
او يجي له خيال غير مناسب لاخلاقه، زي مثلا انه يشوف اعضاء تناسليه، او انه يشوف نفسه بيمارس الجنس مع شخص محرم عليه مثلا. فهنا بيبقى الوسواس القهري هو نوع من السلوك الغير مرغوب فيه او الذي لا معنى له. وزي ما قلت بيجي في 3 اشكال، اما يجي في شكل فكره او شكل صوره او شكل سلوك. وقلنا السلوك هو عباره عن غسيل او عد او لمس او تكرار او تاكد او بطء الى اخره. طيب ايه انواع الوسواس القهري؟ وليه احنا بنقول ان هي مرتبطه باضطرابات القلق؟ قبل ما اقول ايه الانواع، ليه هي مرتبطه باضطرابات القلق؟ لانه الفكره لما بتيجي وحضرتك شايف ان هي فكره مش مناسبه، انت غسلت ايدك 10 مرات وفي فكره ملحه جواك بتقول لك قوم اغسل ايدك تاني لان ايدك قذره، فانت بترفض هذه الفكره وبتلح وبتصر على عدم القيام بها. هنا بيبتدي القلق، تبتدي تنتابك حاله القلق، يبتدي قلبك يدق، تبتدي تتوتر، جسمك يتشد، وتشعر بالقلق الشديد الى درجه انك تقوم تغسل ايدك عشان تستريح. فعشان كده احنا بنقول ان اضطرابات الوسواس القهري هي مرتبطه جدا باضطرابات القلق، لان هذه الافكار او السلوكيات عندما يتم مقاومتها تثير القلق في الانسان. طيب ايه انواع اضطرابات الوسواس القهري؟ زمان كنا فاكرين ان الوسواس القهري هو الغسيل والعد والافكار الملحه والكلام ده، لكن اتضح انه كل شيء ينفع يبقى وسواس قهري. لك ان تتخيل بقى كل شيء، لدرجه انه بعض العلماء بيشيروا الى بعض الاضطرابات النفسيه باعتبارها نوع من الوسواس القهري، زي الادمان مثلا، او زي ممارسه الجنس اللي هو النشاط الجنسي العالي بيسموها وسواس. لكن اللي احنا هنتكلم عنهم هنا اظنهم 4 انواع من الوسواس القهري. في اضطراب الوسواس القهري اللي احنا عارفينه، واللي عايز يتفرج على As Good As It Gets هيقدر يشوف الوسواس القهري بشكل جيد وازاي، وانا شرحته بشكل تفصيلي. لكن الناس ممكن تكون مش متخيلة حجم المعاناة اللي بيعانيها شخص عنده وسواس قهري عادي. انا بس الاول هعد الاول اضطرابات الوسواس القهري: الوسواس القهري العادي، وبعدين في اضطراب نزع الجلد، واضطراب قصف الشعر، واضطراب الاختزال. دول 4 انواع من اضطرابات الوسواس القهري. هنتكلم الاول عن اضطراب الوسواس القهري العادي او العام. وزي ما بقول هو مساله مفزعه جدا، والحقيقه من اكتر الناس اللي بيصعبوا عليا في العياده، لان هو بيكونوا واعيين بازمتهم وما بيكونوش متحدين معاها وبيقاوموها. لكن انا شفت ناس بيعانوا معاناه شديده، زي مثلا في بنت مثلا بدأت بوسواس نظافة، وتطور الأمر إلى إنها بتخزن مية في البيت، ثم تطور الأمر إلى إنها قلقانة جدا على نهر النيل، وبتتابع أخبار سد النهضة بشكل قوي جدا، وابتدت تشتم في الحكومة علشان هم مش بيقوم بأهمهم في موضوع سد النهضة، ولازم كل يوم قبل ما تروح شغلها لازم تعدي على النهر عشان تتأكد إنه مليان، ولو الميه قطعت او لو الموتور بتاع الميه حصل مشكله او الكهرباء قطعت تتعب جدا وتعمل مشكله وتتخانق وتروح شركه الكهرباء وشركه الميه. فانا اقصد هنا انه اضطراب الوسواس القهري قد يبدا بشكل بسيط، وهو الانشغال بالغسيل والطهاره والنظافه او الوضوء، الى مستويات اعلى بكتير جدا، لدرجه انه ممكن تتسبب في ازمه نفسها مع الدوله مثلا بسبب كتاباتها على الفيسبوك الى اخره. بعض الحالات وخصوصا الوساوس ليها علاقه برضو بالنظافه والجنس، كتير من البنات بيجي لهم وسواس قهري بعد ملامسات جنسيه مع الخطيب مثلا. يعني لو هي مع خطيبها مثلا وحصل في بوسه او لمسه ايد او بتاع، يتحول هذا الى وسواس قهري، وكانه حصل جنس حقيقي، وكانها هتبقى حامل وتقعد تعمل تغسل في اعضائها التناسليه الى درجه الايذاء بسبب مجرد مسكه ايد، لان هي من كتر وسواس الخوف من الجنس تتصور ان هذا سوف يؤدي الى مشكله جنسيه عندها او مشكله حمل عندها يعني. فاضطراب الوسواس القهري زي ما قلنا هو يعني زي ما قلنا في الاول كده، هو فكره
متكرره او سلوك متكرر او خيال متكرر بشكل شديد الازعاج لصاحبه. وزي ما قلت برضو هعيد تاني واقول انه كل هذه الاضطرابات لها جذور تطوريه ممكن اقولها دلوقتي، وهي اضطراب الوسواس القهري في النظافه والحمايه من الجراثيم. اضطراب الوسواس القهري في العد هو حمايه من ان احنا نفقد حاجتنا او نفقد الفلوس او نتعرض للفقر الى اخره. الانواع الاخرى لاضطرابات الوسواس القهري، في عندنا اضطراب تشوه شكل الجسم، وهو بيصيب 1% الى 2% من الناس، طبعا بيصيب الستات اكتر من الرجاله. وفي الست بتفتكر او الراجل ايا كان يعني يعتقد ان هناك تشوها ما في جسمه، عادة في الوجه، ممكن يكون في الأنف، ممكن يكون في العينين، ويبتدي يتجنب هذا الشيء، يتجنب رؤية هذا الجزء ويغطيه أو يتجنب الخروج عشان ما حد يشوفه، وأحيانا يروح يعمل عمليات جراحية. وبعض الأشخاص انتهوا بأن هم أصابوا هذا الجزء فعلا بالتشوه بعد العمليات الجراحية اللي عملوها. فأحيانا بيكون هو مجرد فكرة لكنه يتحول في النهاية إلى واقع. فده اسمه اضطراب تشوه شكل الجسم، وهو بيكون عارف من تعليقات الاخرين ان هو ما عندوش مشكله وانه زي بقيه الناس، بس هو مش قادر يقاوم فكره انه عنده تشوه في جسمه. بعد كده اضطراب الاختزان، وده اضطراب حديث تم اضافته للاضطرابات النفسيه، وهو عندما يقوم الاشخاص بتخزين وتجميع اشياء ذات قيمه بسيطه او لا قيمه لها لمجرد ارتباطها بذكرى او ارتباطها ب او عدم ارتباطها. يعني احيانا يخزنوا مجلات قديمه وجرائد قديمه وخلاطات ملهاش معنى، خلاطات بطلت تشتغل وتلاجات باظت وجرائد وازاز مكسر، كوبايات مكسره وهدايا قديمه، وحتى يخزنوا فواتير الشراء اللي بقى لها 20 سنه، وتذاكر السينما وتذاكر المسرح وتذاكر المترو، لدرجه انه بعض الاشخاص يحصل فيه في بيوتهم تتراكم هذه الكراكيب، ما يبقوش قادرين يتحركوا. تضطر المطافي في امريكا الى الحضور والدخول من احد الاماكن، او يدخلوا يخترقوا الجدار عشان يخشوا يطلعوا الست من جوه الكراكيب بتاعتها، او يروحوا يقبضوا عليها عشان لانه بقى بيحصل في حرايق والاهالي بيشتكوا، فيضطر في الاخر يعمل هذا الامر. طبعا عادة احنا ما بنستناش لغاية لما ده يحصل. فده احد الاضطرابات اسمه اضطراب الاختزان او الاكتناز، وهو اضطراب كما يشير من اسمه هو وراه خوف شديد من الفقر او خوف شديد من الجوع. يعني ممكن يكون اسلافنا بسبب خوفهم من الجوع وتعرضهم للمجاعات كانوا بيختزنوا الاكل الاول في جسمهم ثم يختزنوه في اماكنهم بيوتهم علشان يخافوا، خايفين من المجاعات، ثم تحول هذا الاضطراب، هذا السلوك الذي كان في اسلافنا للحمايه من الجوع والحمايه من المجاعه والفاقه الى انه بقى سلوك مرضي الناس بتمارسه. اضطراب نتف الشعر ده زي ما هو واضح كده بيبتدي باللعب في الشعر كده ثم يمتد الى البنت تعمل كبير، بيبقى في البنات اكتر لدرجة إنها بتخلي أماكن كاملة من شعرها، وأحيانا يوصل للحواجب والرموش. يعني أحيانا يجي لنا العيان أو العيانة مفيش شعر في راسها ولا شعر في رموشها ولا شعر في جفونها، بشكل مزعج جدا يعني. بعد كده آخر حاجة هو اضطراب مزع الجلد، طبعا ده بنشوفه في الناس كتير اللي يقعدوا ياكلوا جلدهم بالشكل ده وينزعوا، مش الضوافر، ما بتكلمش على الاظافر، انا بتكلم على الجلد، يقعد ياكل جلده باسنانه او يشيله بايديه، بيكون عارف طبعا انه حاجه مزعجه. ديت باختصار اضطرابات الوسواس القهري. طيب عشان نبقى واضحين، التدخلات العلاجيه زي ما قلت في الاول لاضطرابات القلق واضطرابات الوسواس القهري هي تدخلات واحده تقريبا، نفس الأدوية، بياخدوا مضادات قلق أو مضادات اكتئاب، وأحيانا بياخدوا مضادات ذهان لتقليل التفكير. لكن التدخلات العلاج النفسي المعرفي السلوكي شديدة الفعالية في مثل هذه الاضطرابات وقادرة على مساعدة الأشخاص على تجاوز هذه الاضطرابات حتى بدون أدوية.
يعني احيانا بيجي لنا ناس حوامل مثلا، ستات حوامل عندهم احد هذه الاضطرابات وحامل وما ينفعش تاخد دواء، بتتعالج علاج نفسي تحسن تحسن كبير 60 70 او 80% الى ان ينتهي الحمل وتبتدي تاخد الدواء. وبالتالي مشكله هذه الاضطرابات انها تبدو امورا طبيعيه، عشان كده الاشخاص ما بيروحوش يتعالجوا، لانه يعني مين اللي هيتعالج من غسيل ايدين مثلا، او من الوضوء المتكرر، او من تكرار الصلاه، او من افكار ملحه بتزن على دماغه. الناس ما بتكونش عارفه ان ده اضطراب نفسي، لكن لحسن الحظ هذا الاضطراب النفسي سواء كان قلق او خوف او رهاب او هلع او اضطراب الوسواس القهري، الاثنين يمكن علاجهم اذا وجدنا معالج جيد بيشتغل بالعلاج المعرفي السلوكي، ويمكن علاجهم بالادويه. انا خلصت الساعه 9 ل 10، ونقدر ان احنا نفتح الاسئله. جميل، شكر الجزيل للدكتور نبيل، وهنوقف بقى الشيرينج سكرين، اوكي والناس معانا هنا. يعني احنا الجلسة بتاعت النهاردة غطت أنواع مختلفة من اضطرابات القلق، و تقريبا هتبقى مست كل واحد مينا كل واحد فينا وكل واحدة في مرحلة ما أو بشكل ما. فالناس اللي هي عندها تساؤلات تخص هذا الأمر، بس قبل ده أنا هوقف بقى يا دكتور تفضل. نبيل. ال ال أوكي، هو كده وقفت من هنا. طيب، معانا دلوقتي محمد رفعت هيبقى عنده سؤال. محمد لو سمحت اعمل أميوت، اتفضل اعمل أميوت لو انت سامعني. ايوه، مساء الخير على حضراتكم. مساء الخير. معلش بقى استحملوني شوية، يعني ممكن ما اكونش انا تابعت، يعني انا بادئ معاكم من الاول، بس نظرا لظروف كده يعني عملت 50 شغلة كده واحنا وانا بسمع، يعني فايه الدنيا ما كانتش احسن حاجة عندي يعني في يعني في التسجيل كويس يعني. ف انا بس يعني عندي شوية، يعني بمر بأسوأ فترة في حياتي كلها الفترة دي. أنا متزوج من 9 سنين مثلا أو 8 سنين ونص، يعني العلاقة ما كانتش علاقة لطيفة من الأول، وأنا شفتها من أول شهر إن يعني حكمت عليها بالفشل، بس للأسف يعني إيه حاولت إن أنا أظبط الدنيا، بس للأسف الدنيا ما ظبطتش. وطبعا كانت نتيجة الوضع ده جبت ولد عنده 7 سنين وبنت عندها 3 سنين حاليا. حاليا انا سنجل فازر، يعني مامتهم سابت الاولاد ومشيت. طبعا انا بمر بفتره سيئه جدا بسبب ان الولاد طبعا معايا، وده طبعا مجهود رهيب عليا. طبعا مامتهم حتى ما مجرد السؤال يعني مش عارف ايه شعور الامومه عندها، هو طول الوقت عندها يعني من اول لحظه وانا عرفت ان في مشاكل عندها، مشاكل نفسيه. طيب، واحنا التزامنا انا بس عايز ابقى مور سبيسيفيك شويه يا استاذ محمد، لانه احنا يعني لو احنا بنتكلم في انواع القلق والوسواس القهري، عشان بس احنا مش في ندوه نفسيه عامه. انا طول انا الوقت عندي بعتذر لك مشاكل. يعني، لكن اتس اوكي، بس انا بس بدي لحضرتك بس ايه اوكي قول نبذة لي، عشان ادخل بقى في القلق اللي عندي دلوقتي. يعني اتفضل قول لي السؤال بشكل مباشر. اوكي، انا دلوقتي عندي قلق رهيب على الولاد. انا لو جرالي حاجة مثلا، مين هيبقى يعني مين هيقدر يعمل لهم حتى المتطلبات الأساسية بتاعتهم، ان هو اكل وشرب وتويلت ومتابعة في المدارس والحضانة، في خاصة تمام ان مامتهم اصلا ما عادتش تسأل عليهم تمام خالص. اوكي، برضه خليني بس ابقى انظم النقاش. احنا بنتكلم على اضطراب القلق بالشكل محدد جدا وليس مجرد القلق، يعني كونك تقلق على اولادك لانك سنجل فاذر ولان امهم ما بتسالش عليهم، ده قلق طبيعي بل وصحي. انك تقلق عليهم وانك انت تخطط لمستقبلهم وانك تبحث على محاولات لحمايتهم، ده قلق صحي. لكن عندما يتحول هذا القلق الى انك قلبك بيدق بسرعه وما بتنامش
ومش بتفكر طول الوقت، ومش عارف تركز في شغلك، ومش عارف تخرج من البيت وتسيبهم الى اخره، هنا يبقى قلق غير صحي. وبالتالي محتاجين ننتبه، لانه ليس كل قلق هو قلق مرضي، بالعكس القلق هو ضروري للحياه، وزي ما قلت في الاول هو سيرفايفنج ميكانيزم. فلو انت عندك اعراض القلق المرضي يبقى احنا عندنا مشكله. ما المشكلة، لا أنا بقى عندي مشكلة دلوقتي في الضغط عليا، بقيت أكتر عصبية، بتنرفز بسرعة، وأنا أصلا يعني أنا عصبي، بس دلوقتي بأقل حاجة من كتر الضغط اللي عليا، أنا مضغوط جدا، يعني أنا بحتاج يوم على يومي علشان أمشي الدنيا، يعني محتاج ساعات على يومي إن أنا أنجز فيها الشغل اللي ورايا مثلا، عندك حق، عندك حق. فده اعتقد انه ضغط. اعتقد انه انت هتبقى محتاج انك تتكلم مع حد بيعرف في تنظيم سنجل فادر. ده موضوع مش سهل، موضوع مش سهل ابدا ابدا. تكون بتشتغل تاخد بالك من عيالك، ده موضوع كبير محتاج مش تتكلم مع حد اخصائي نفسي، ولكن تتكلم مع حد بيفهم في اداره البيت واداره الاطفال. مش كل الرجاله متعلمين على ده ولا متدربين على ده، وبالتالي محتاج حد يساعدك في إدارة هذا العمل وإدارة هذه الظروف الاستثنائية. مش كل الرجالة بيقدروا يعملوها. إذا ما بقيت مش قادر إنك أنت تنام، أو عندك أعراض زي ما قلت الأعراض محددة جدا وموجودة في الباوربوينت، يبقى أنت محتاج مساعدة متخصص فقط. في نقطة تانية برضو يعني أحب ولاد أضيفها. بس إحنا محتاجين نعمل مجموعة دعم نفسي، يعني بجانب الجلسات العامة، لأن الدكتور نبيل بيشرح الاضطرابات ويقول تفاصيلها والآخره، لكن إحنا محتاجين نعمل إحنا بينا وبين طبعا بعض، يعني مش لازم برضو الدكتور نبيل يكون موجود فيها، بس بقى إيه ككوميونتي بتتجمعوا مع بعض هنا، لان الموضوعات اللي بيطرحها محمد فيها اوسع شويه من اللي احنا بنناقشه النهارده، وانا فده اللي مستعد هيكون فيها. لي وانا مستعد لان انا اعمل دوره تدريبيه لكيفيه عمل هذا النوع من المجموعات. طيب ده يعني يبقى طب كويس جدا، لان ده يبقى كأن احنا بنعلم الناس الصيد برضو، مش بالظبط، مجرد ان بس احنا بنديهم بالظبط سمك. اتفضل يا محمد بالظبط. برضو عشان طيب صوتك، اتفضل. محتاج بس اعرف برضو كيفيه التعامل في فكره لو الاولاد قالوا ماما فين، يعني هي طول الوقت اصلا العلاقه بينهم مش علاقه كويسه، بس مؤخرا بنتي هيباتيا 3 سنين بدات، يعني ايه لو مثلا انا اتعصبت او يا بنتي ما تعمليش كذا مثلا، والبنت عيطت فتقول ماما، بالرغم ان هي عارفه ان ماما دي اكثر عنفا، وان هي اصلا طول الوقت كانت عندها حاله رعب من مامتها في اشياء كتير جدا يعني. انا بس فطيب يا هما محمد انا بس يا محمد مش هقدر اجاوبك بالشكل ده، لانه لما لازم يقولوا اعرف ماما في الهيستوري المفترض شويه. هبدأ أقول محمد انا ما اقدرش اجاوبك لانه ما اعرفش الظروف بالتفصيل عشان اقدر اجاوبك. ده صعب جدا، مش هقدر اجاوبك طيب. بالشكل ده لانه في حتة عملية دلوقتي يا محمد، احنا عاملين شات لمجموعة الدعم النفسي، أنا ضميتك له دلوقتي، فممكن هنكمل الكلام شكرا فيه، يعني جدا هيوصلك على نوتيفيكيشن دلوقتي لمجموعة الدعم النفسي عند أمك ليه. طيب هناخد معانا محمد حسام، اتفضل اعمل أميوت. صوتي واضح كده؟ أنا بسمعينك، اتفضل. تمام. هو أنا الحقيقة عندي أكتر من سؤال، هما متشابكين شوية، هحاول أخصصهم على قد ما أقدر. يعني أول حاجة اللي أنا فهمته إنه القلق هو يعني الإنسان مميز فيه عن بقية الكائنات من حيث كون إن هو نقدر نقول يقدر يفرزه هو من عنده عن طريق الوعي. طب هل صح، دلوقتي هو لما بيبدأ يحصل بشكل بقى مثلا هنقول انه الراجل ده شخص بمرض القلق بأي ايا كان النوع يعني، فهل ده في كل مرة بيحصل له العملية دي لازم بالضرورة يحصل عملية الوعي دي، ولا عملية الوعي دي مش شرط تكون مربوطة بحدوثه في كل مرة بل لا بيبدأ مش شرط، يحصل؟ لا مش شرط، لا لا مش شرط. ممكن يحصل بدون وعي خالص، ممكن تلاقي نفسك قلقان وانت مش عارف انت قلقان من ايه. طيب انا بقول هنا ساعتها اضافه، انا بقول اضافه لما كان موجود سابقا. باقي الكائنات بتقلق بدون وعي، لكن احنا ممكن وعينا هو اللي يثير القلق، وممكن القلق بتاعنا يستطر لوحده. طيب هنا ساعتها في سؤال انه اشمعنى الرهاب مختلف، بما انه برضو استثار بدون مثلا نقدر نقول وعي برضو مفهوم، بفكرة مثلا حد
يخاف من الضوء او ما الى ذلك، هو مختلف عن القلق مثلا في ايه، وفي نفس الوقت ليه هم فصلوا برضو الوسواس القهري عن القلق؟ اوكي، الرهاب مختلف لانه غير خطير، لا يشكل خطرا، ولانه مش معمم، مش زي الحاجات التانية، مش معمم، ولانه يحدث في اشياء، يعني في تنوع شديد جدا عند البشر. مثلا اضطراب القلق المعمم بشر كتير ممكن يكون عندهم، لكن اضطراب الرهاب لما تيجي تقول اضطراب الإخرام اللي هو الثقوب، مسألة غريبة جدا، اللي يخاف من الثقوب او اللي يخاف من الاسطح اللامعة مثلا. طب ليه ما نقولش انه مثلا ان هو حصل برضو عنده مشكلة كان حاصل فيها وعي في الأول، ومع الوقت أصبحت برضو يعني ارتبط بقى بيها انه العملية دي لما ده احد بتحصل؟ التفسيرات، ده احد التفسيرات، التفسير التحليلي بتاع فرويد بيقول انه احنا صغيرين، او حتى السلوكي، واحنا صغيرين اتعرضنا لحاجه ليها علاقه بالرهاب، ولما كبرنا بقى جزء من سلوكنا. لكن الحقيقه لما بيدرسوا التاريخ الشخصي بتاع كل واحد ما بيكتشفوش، بيكتشفوا انه ما اتعرضش لحاجه زي كده، عشان كده بدا يتم التفكير فيه على انه هو حاجه تطوريه. لكن في النهايه دي نظريات، احنا مش بنجزم بحاجه، انا بقول الحاجات اللي انا بظن ان هي اقرب للصوابية، لكن ممكن يكون كلامي غلط على فكرة، ممكن يكون في تفسيرات أخرى، ممكن يظهر تفسيرات تانية. لكن لأنه كمان الاضطرابات دي بالمناسبة هي ليها عنصر جيني، ليها عنصر وراثي مهم جدا، عشان كده بيتم تفسيرها بشكل تطوري. أما ليه إيه العلاقة بين الاضطرابات، كنت عايز أقول حاجة، لا إيه تمام العلاقة اتفضل. بين ممكن الصوت من عندي انا، ما يكونش من إيه عنده هو. العلاقة بين اتفضل. الاضطرابات الوسواسية وليه انفصلت عن اضطرابات القلق؟ لأنه اتضح إنه اضطرابات الوسواسية هي مشترك أعظم بين اضطرابات القلق واضطرابات الاكتئاب، من ناحية الوراثية ومن ناحية الأعراض، وبقت هي ليها سمات أخرى منفصلة عن القلق، فعشان كده في 2013 تم فصلهم عن بعض. ده لو كنت يعني تسألني طب على هي ليه ده حصل. من حيث أسبابها هي برضو كأسباب قلق هي صح، ولا ليه أسباب مختلفة؟ ده ليها أسباب مختلفة، بس هي ليها علاقة بالقلق، بس ليها أسباب مختلفة. والحقيقة لو أنت يعني عايز الحقيقة، يعني الاضطرابات النفسية كلها داخلة في بعض لغاية دلوقتي، أغلبها أغلبها هنحاول نفصلها عشان نقدر نفهمها، لكن هي مترابطة بشكل قوي جدا. يعني عادة مثلا الاكتئاب ما بيجيش لوحده، بيجي معاه قلق، وعادة القلق لما يستمر فترة طويلة يعمل اكتئاب، فداخلين في بعض بشكل كبير. تمام جدا، شكرا جدا لحضرتك، وضحت شكرا الأمور. ليك. شكرا ليك. الأستاذة أسماء اتفضلي، اعملي أميوت. تمام، مساء الخير، شكرا لك يا جمال، زي وشكرا الفل. لدكتور نبيل. عندي سؤال من أول جلسة خالص، وأنا مأجلة لك الجلسة دي، حضرتك قلت لي هنتكلم على القلق. فأول حاجة، هو حضرتك قلت في الأول خالص بيبقى ده كأنه زي فولس ألارم للجسم، فبيبتدي يعني ده بيبتدي بقى يفرز يعني كل ما يدل ان يعني في قلق. فأنا مش عارفة هو إمتى بيبقى فولس ألارم وإمتى بيبقى حقيقي، يعني ده سؤال. السؤال التاني بقى وده الأهم، إن أنا هو انا اوريدي يعني اتقال لي او رحت لكذا دكتور يعني من 2018، وتشخصت ان انا اوكي اللي هو الانكزايتي ديس اوردر. بعدين انا وباخد ماشيه على العلاج وكل حاجه، بس انا بحس ان انا ما بتخلصش من الحاجات اللي بتسبب لي القلق خالص. انا اللي بعمله ان انا بحاول اهرب منها. بحس يعني الحاجة الوحيدة اللي بتنفع أو اللي هي يعني العلاج جايبها معايا، إن الحمد لله نوبات العياط بتقل، ان ما بيبقاش زي الاول. بس غير كده انا مش حاسه ان انا حاسه يعني مؤخرا اخر حاجه رحت يعني عندي انا اضطراب شديد جدا في القولون، والدكتور طلعني ان انا اسفه يعني، بس حسسني ان انا مجنونه، اللي هو انت بتخافي من كل حاجه، ده خوف مرضي، ما ينفعش ان انت بتخافي من كل الاكل، ما ينفعش ان انت ما تاكليش، ده كده مش صح، ده كده. حسيت ان هو قال لي كده لمجرد ان انا قلت له ان انا عندي anxiety disorder. وعملنا التحاليل وكل حاجة ومفيش حاجة، التحاليل ما بتقولش إن أنا عندي مشاكل في القولون. مش عارفة هل هو ايوه حقيقي كده ولا لأ. طيب، بصي، اولا احنا
ما فيش حاجه اسمها ريل ارار وفولس الارم، هما الاثنين ممكن يكونوا مثيرين للقلق، ومعنى انه الامتحان هو ريل الارم. لكن ممكن ادخل الامتحان وانا مش وانا ما عنديش اضطراب القلق، انا قلقان. القلق غير اضطراب القلق. اضطراب القلق هو القلق الشديد الى درجه التعطل او الاعاقه او الازعاج. فسواء انا بتخيل ان انا عندي امتحان فجالي قلق، ده فولس الارم، او انا داخل على امتحان فجالي اضطراب القلق، ده ريل الارم. الاثنين ممكن يعملوا اضطراب القلق. عشان بس نبقى ننتهي من هذه القصه، فممكن جدا يكون اضطراب القلق عندك نتيجه لخيالك او لفيلم شفتيه او لروايه قريتيها او لواقع انت عايشاه. العلاج، علاج القلق بدون علاج نفسي ما ينفعش. علاج القلق الدوائي لوحده لا يكفي ابدا لعلاج القلق، عشان بس نبقى واضحين. اضطرابات القلق، اضطرابات الوسواس القهري بالمناسبه تنفع تتعالج. اضطرابات القلق تنفع تتعالج بالدواء بس، الوسواس القهري بالمناسبه. لكن اضطرابات القلق بالذات، لانها الوعي ليه دور مهم جدا في علاجها، وبالتالي جلسات العلاج النفسي والتدريبات على التعامل مع القلق شديدة الأهمية، لدرجة أنها بقول في أغلب الحالات تكفي للعلاج. فكونك تروح للدكتور تاخدي دواء وتعتبر إن هو ده العلاج، ده مش كفاية أبدا. لازم يكون معاه جلسات علاج نفسي محددة جدا، كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي لعلاج القلق. ودي حاجات اتدرست واتعرفت وبقى يعني محسوم الأمر بالنسبة له. تمام؟ لو انا ليا سؤال اضافه على شكرا. اسماء، فين الاماكن اللي ممكن تاخد فيها العلاج ده او الثيرابي ده؟ هل في اماكن مثلا معينه تقدر تحضرك تعمل ريكومنديشن؟ لان هي مثلا في القاهره مثلا على ما اظن. تشوف الناس اللي بيشتغلوا كوجنيتيف بيهيفيورال ثيرابي، وتشوف الريفيوهات عليهم على جوجل وتروح لهم، ماشي. ويكونوا اخصائيين نفسيين مش دكاتره. عشان بس ابقى واضح يعني. طيب، الأستاذ سيد أحمد، تفضل اعمل أميوت. مساء الخير، حضرتك مساء سامعني؟ الخير، أنا سامعك بس مش عارف الدكتور نبيل، هو لأنه هو داخل بحسابين في حساب. أنا أيوه أنت موجود. دخلت كده. تمام. أنا ما أنت أعرفش أنا موجود داخل فعلا. بحسابين فين، أنا ما حدش اللي لا، ما أعرفه. هو أنت لما فتحت الشير كنت أنت داخل من حسابين، عشان أوكي، كده كان حصل تمام. دلوقتي كده. مساء الخير يا دكتور، الأستاذ سيد فايد، اتفضل، تفضل. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كنت عندي سؤال بس محتاج أتأكد إذا اضطرابات الفزع أو أعراض الفزع اللي ممكن الهلع، تحصل الهلع. أو الهلع، يعني بس في سياقات مختلفة شوية، يعني ممكن أبقى ماشي في الشارع وحاجة تظهر فجأة فالدنيا تتوتر بالنسبة لي جدا، هل دي بتندرج تحت اضطرابات القلق العام ولا؟ اضطرابات القلق دي اضطرابات القلق العام وليس اضطرابات تمام. الهلع. اضطراب الهلع عشان نبقى واضحين، اضطراب الهلع هو اضطراب شديد العنف لدرجة ان الشخص بيقع في الارض. عشان بس نبقى واضحين، تمام. اضطراب الهلع هو اضطراب شديد العنف، بقول بسميه اعصار، بيعصرك كده. لكن ان انت تشوف حاجة فتقلق، ده اضطراب القلق العام. ان انت تسمع يعني صوت فتقلق، ده اضطراب القلق العام. بالضبط. وكمان متوسط مدة العلاج، يعني عادة ممكن تبقى قد إيه؟ لأنه أنا مريت بكل اللي حضرتك حكيت عنه في اضطراب القلق العام، من إنه أروح لدكاترة عيون وجهاز هضمي ومش عارف، وبعدين اكتشفت إن المشكلة مش في الحاجات دي أصلاً، بقى هقول لك العلاج، فقطعت العلاج شوية، وبعدين لما بطلت الدنيا رجعت زي ما كانت تاني، فالموضوع اولا ملتبس بالنسبة لي شوية. انا هعيد تاني الكلام، هقول العلاج النفسي المعرفي السلوكي هو لا يقل اهميه، ولكن اهميته اكبر من اهميه العلاج الدوائي. الاثنين ممكن يمشوا مع بعض على حسب الكرونيستي بتاعت الحاله. لو احنا بنتكلم على عده سنوات، غير لو بنتكلم على عده شهور، ممكن العلاج يمتد من عدة شهور بسيطة إلى سنتين مثلا، علاج أقصى مدة يعني. الجلسات العلاج النفسي عادة الجلسات ممكن تاخد يعني مثلا 3 شهور أو 4 شهور، ثم بعدها بتتناقص مقابلة الجلسات على مدى الشهور القادمة، بدل ما تبقى جلسة أسبوعية تبقى جلسة كل شهر أو جلسة كل 3 أسابيع. ده طبعا لو هو حد شاطر يعني وبيشتغل معاك بشكل كويس. بس
تمام. طب حضرتك ممكن تنصح بإيه أو إيه اللي ممكن أساعد بيه نفسي على الأقل في نوبات الفزع دي لما تحصل؟ يعني تقعد في ممكن مكان، أساعد نفسي إزاي؟ تقعد في مكان وتاخد نفس، تاخد أنفاس عميقة من بطنك، بمعنى إنه إحنا في التوتر بنتنفس بسرعة. لأ، بالظبط. خد اتحكم في تنفسك وخد نفس عميق وطلعه بالراحة، بطيء بطيء وطلعه بالراحة بحيث إنك أنت تتنفس من بطنك، تاخد بالك إنك تتنفس من بطنك، وتبقى قاعد في مكان تحط إيدك على الكرسي اللي أنت قاعد عليه، تتأكد من رجليك على الأرض عشان تتأكد من ثباتك، وتبص حواليك، تحاول تسمع الأصوات اللي حواليك، تحاول تشوف الناس اللي حواليك. لو أنت بتطبق ده، في حاجة اسمها بالمناسبة 5 4 3 2 1، ده من ضمن التمارين اللي احنا بنسميها تمارين الإرساء اللي بتساعد في نوبات القلق. واحفظوا كده معايا 5 4 3 2 1. 5 يعني انا ببص حواليا، بعد 5 حاجات انا شايفها حواليا. لو انا مثلا في الشارع ببص اشوف سياره، عربيه صفراء، عمود، محل ملابس كذا، بعد 5 حاجات. وبعدين بسمع 4 حاجات، بسمع بودني صوت عربيه، صوت كلب، صوت بني ادم، صوت طياره، بسمع بودني 4 حاجات. وبعدين بلمس 3 حاجات، بلمس بإيدي 3 حاجات، بلمس الكرسي، بلمس الإزاز، بلمس كذا، بلمس كذا. وبعدين بشم حاجتين، ممكن أشم البرفيوم اللي في جيبي، ممكن أشم شوية بن، ممكن أشم كوباية الشاي اللي أنا بشربها إلى آخره، أو أشم حتى إيدي. وبعدين بتذوق حاجة. إيه اللي بيحصل هنا؟ أنا بشغل الحواس الخمسة، فبتاخدني بعيد عن الأفكار القلق اللي أنا ممكن أحسها. ده من ضمن التمارين البسيطة. يبقى احنا عندنا دلوقتي تمرينين، هما التمرين التنفس العميق والخمس تمارين دول، نقدر ان احنا نمارسهم في اي لحظة احنا توترنا فيها او حسينا فيها بنوبة قلق عام. نوبة الهلع بالمناسبة تبقى محتاجة التثبت من المكان والاشياء. نوبة الهلع مش هينفع فيها ان انا اعد الكلام ده، صعب جدا. لكن اكتر حاجة في نوبة الهلع بتنفع هو ان انا اقعد لاقرب مكان ان شاء الله على الارض. ليه؟ لاني انا جسمي بيبقى عامل زي ما يكون طاير، فانا محتاج ان انا اتثبت. ان شاء الله اقعد على الرصيف، اقعد على كرسي، اقعد على اي مكان يحسسني بالامان، يحسسني ان انا ثابت، يحسسني ان انا متثبت. ده مهم جدا، زائد طبعا تنظيم التنفس. ونبتدي بقى نعمل التمارين الارسال. تمام، مشاكل الحرارة جدا. عفوا. الأستاذ محمد حسام عايز يعود تاني، بس هناخد الأستاذة نهلة هنو الأول لأن محمد اتكلم قبل كده. نهلة اتفضلي، اعملي أميوت. شكرا يا جبل، مساء الخير يا دكتور. مساء الفل. الله يخليك. انا عندي سؤال، يعني مش عارفه مناسب ولا لا، بس يعني في دلوقتي بتحصل في حياتنا حاجات هي يعني حقيقي المفروض تجيب لاي بني ادم طبيعي قلق. يعني الحرب اللي حاصله في غزه او حاجات كده، يعني في فعلا حاجات حوالينا. انا شايفه الانسان الطبيعي هو اللي المفروض يقلق. يعني مش يعني مش عارفة حضرتك تقول على ده مرض، إن الإنسان فعلا قلقان من حاجة كده. وحاجة تانية، مثلا أنا عندي بنتي حفيدتي عايشة في كندا، ففي المدرسة بيكلموا كتير مثلا على يعني على تغير المناخ وعلى اللي بيحصل في الجو وفي الكون، فهي عندها فعلا قلق من الحكاية دي. بس هو قلق له يعني له وجاهة يعني، فمش عارفة الحاجات دي حضرتك يعني بيتعامل معاها ازاي الطب النفسي؟ القلق بشكل عام هو له وجاهه، لان احنا زي ما قلنا هو حمايه، احنا بنحمي نفسنا. لكن لما القلق يكون عالي، بعض الاشخاص، مش احنا كلنا يعني بعض الاشخاص مولودين عندهم ميول وراثيه او ميول جينيه الى ان هم يقلقوا بسهوله. جهاز السمباتاتيك بتاعهم حساس بزياده، بيتشد بزياده، ده هو قصدك كده، بيتشد بزياده زي الالارم كده. هؤلاء الأشخاص يستحسن ليهم لما هم عارفين نفسهم انهم بيقلقوا بسهولة، انهم يتجنبوا مثيرات القلق، يتعرفوا على مثيرات القلق ويبتدوا يتجنبوا، زي الأخبار مثلا، أخبار حرب غزة أو
اخبار الكلايمت تشينج او اي اخبار تانية مزعجه، او الامراض مثلا، او الافلام العنف. هؤلاء الاشخاص من الافضل ليهم ولصحتهم ولحياتهم ان هم يتجنبوا هذه الاخبار. لكن لو في اشخاص ما عندهمش هذه الميول للقلق، يبقى حلال عليهم، هيستمتعوا بان هم يتفرجوا على الاخبار ويبقوا اكتيفست ويتفرجوا على الكلايمت تشينج، يتفرجوا على الافلام، مش عندهم مشكله. وبالتالي احنا بنقيسها بايه؟ بنقيسها بالاعراض بتاعه القلق. لو اعراض القلق ظهرت عندنا لما اتفرجنا على فيلم، اتفرجنا على اخبار او كذا، يستحسن لينا نعرف ان احنا عندنا جهاز القلق في جسمنا حساس بزياده. ويا جماعه لموا نفسكم، ما تعرضوش نفسكم لتريجرز ممكن تاذيكم. بس باختصار يعني. وشكرا للسؤال يا دكتوره نهله. شكرا لحضرتك، ألف شكر. أستاذ محمد حسام، تفضل اعمل أنميوت. احنا ممكن عشان يبقى باقي لنا قد ايه؟ لحظه واحده بس، ممكن يبقى باقي لنا قد ايه يا استاذ كمال؟ يعني 5 دقايق كمان. تمام، عظيم جدا. اوكي، أنا آسف لو برجع مرة تانية، معلش. لا أبدا أبدا، تفضل. هو الحقيقة هو أنا عندي برضو سؤالين. إنه دايما اتفضل. بسمع من ناس كتير بيقولوا إنهم مثلا بيجيلهم بانيك أتاك، فهل ده هو البانيك ديس أوردر واضطراب القلق ولا مختلف؟ اعتقد ان اغلب الناس اللي بيقول العياده انا عندي بانيك اتاك، ما بيطلعش بانيك اتاك، بيطلع قلق معمم او رهاب. بانيك اتاك يا جماعه هو حاجه عنيفه جدا وقويه جدا. الشخص احيانا بيفقد فيه معرفته بالزمان والمكان، ما بيبقاش عارف هو فين، واحيانا بيخش في نوبه انشقاقيه، مش عارف الزمن فين. فالبانيك اتاك هو نوبه من القلق، انا بسميها اعصار. فما يعني احنا بيتم استخدام مصطلحات كتير من غير ما تبقى بتشير بدقة الى التشخيص. حلو جدا. السؤال الثاني، يعني برضو الموضوع كان متكرر مع اكتر من حد اعرفه، ان هما مثلا مشوا فعلا في علاج السي بي تي وكده وبيتحسنوا فعلا، وبيفضلوا بعد كده ماشيين، يعني بيوقفوا العلاج السي بي تي بس بيفضلوا مكملين على دواء. بس بلاحظ ان هما دايما بيقولوا انه لو وقفوا الدواء لفترة بيرجعوا تاني يتعبوا جدا، فهل ده ليه واحنا ما علاقة؟ بنوقفش الدواء، احنا بنسحب الدواء تدريجي على مدار عده شهور بالمناسبه. يعني هو المفروض ان الدكتور بتاعه، في بعض الاطباء بيفضلوا ان هم يحافظوا على الدواء خوفا من انه المريض ينتكس. لكن لو احنا على حسب الجايد لاينز احنا بنسحب الدواء، بس بنسحبه على مدار عده شهور. مش بقول للعيان فرصه سعيده انت خفيت بطل الدواء. بس مساله مش لازم ان هو يستمر عليه طول حياته، يعني ممكن في فترة لا لا معينة ان لا، هو فعلا يعني. بالذات في اضطرابات القلق ابدا ابدا. ويعني واضطرابات القلق، كتير من اضطرابات القلق بتحتاج بس دواء عند اللزوم. ما يكون حد مثلا عنده رهاب طيارات، ولا عنده رهاب برزنتيشن، لما يجي يعمل برزنتيشن مثلا بياخد بس حاجه بسيطه قبل البرزنتيشن ويروح يعملها وخلاص وحياته بتبقى تمام. لا 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 ابدا. شكرا حضرتك جدا، آسف على شكرا الإطالة. ليك. السؤال الأخير كتبته نهال عبد الرحمن في الشات، بتقول لو طفل بدأ يظهر عليه طفل بدأ يظهر عليه أعراض القلق مثل الوسواس القهري، بماذا ننصح الأم في كيفية التعامل؟ ده حقيقي، في اطفال انا شفت طفل، او مش طفل واحد يعني، اطفال عندهم 6 سنين و7 سنين عندهم وسواس قهري، وعاده بيكون وراثي، يعني بيكون الاب او الام عندهم وسواس قهري. لكن الاطفال اللي عندهم قلق من مبكر بيكونوا تعرضوا لازمات عنف او اعتداءات او حاجات بالشكل ده. الحقيقه هي تروح الاول لوحدها تقابل اخصائي نفسي تتكلم معاه بدون الطفل، عشان ما نعرضش الطفل لخبره علاجيه ممكن تبقى تتحفر جوه دماغه. فالأول هي تروح لأخصائي نفسي أطفال. أطفال، وأنا بركز على الكلام، من خلال حكيها وكلامها هيشخصه، وإذا هو محتاج يشوفه هيشوفه، أو لو هيقول لها ما عندوش حاجة أو يديها شوية تعليمات تعملها، شوية إرشادات تعملها. ولازم نعرف إن مش أي مشكلة نفسية هي اضطراب نفسي بالمناسبة. المشكلة النفسية قد تكون عدم فهم. يعني الأم، هذه الأم ممكن تبقى هي اللي قلقانة على ابنها وفاكراه عيان ومش عيان، ممكن تكون عدم فهم، ممكن تكون شوية صعوبات نفسية بسبب الظروف المحيطة وشوية تعليمات والدنيا تظبط، ممكن تكون مشكلة نفسية حقيقية لكنها قصيرة المدى، ممكن تكون اضطراب نفسي حقيقي. وبالتالي مش أي علامات نفسية
نقدر نقول عليها مشكلة نفسية محتاجة علاج. بالتالي احنا كده بنوصل لنهاية الجلسة دهيت، وأنا بشكر دكتور نبيل القط على الفرصة وعلى الوقت وعلى المجهود اللي هو بيقدمه، وبشكركم جميعا على الحضور، وهوقف التسجيل هنا.